السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفينيتي جيمنج، واليوم رجعنا لكم في مقطع جديد وفيديو جديد ولعبة جديدة يا سادة، وهو لعبة دارك سايدر جينيسيس. طبعا جينيسيس يعتبر لعبة مستقلة عن بقية الأجزاء، طبعا أجزاء كثيرة من هذه اللعبة، ولكن جينيسيس يعود لنا بشخصية جديدة وهو ستريف اللي هو ذو سلاح، وهو يعني شخصية مرحة وفكاهية بعكس الوار، يعتبر شخصية يعني شديد وما يمزح ولا يضحك ما شاء الله مثل ما تشوفوا. فخلونا ما نطول كثير وندخل في اللعبة ونعطيكم فكرة بسيطة وش هو اللعبة، كيف يتمركز. طبعا اللعبة يعتبر من نوع التوب داون. قصة اللعبة يا جماعة انه هذيل الاخوان الاثنين، هم كانوا ثلاثة في الاجزاء اللي طاف، ولكن هذا المرة بنشوف شخصيتين فقط، ستريف وور، اللي هما واحد مع السلاح والثاني مع السكين. وهذا المرة بنشوفهم يروحوا يحاربوا إلى الجحيم. ففي شخص بيكون بمسمى لوسيفر، هو اللي مثل ما تقول الكينج أو الشيطان اللي مستحوذ الجحيم نفسه، فنحن راح نقاتله في الجحيم نفسه علشان نخلي اللعبة أكثر إثارة يا سادة. فخلونا والله متحمس كثير للعبة، ولكن خلونا نشوف وش اللي ممكن يصير. طبعا اللي ما شاف الأجزاء واللي ما لعب الأجزاء اللي طاف ممكن هو يروح يشوف. خلونا نخليكم مع هذا الدخلة. Do not doubt. Do not doubt. Your actions in Eden were tragic but necessary. Eden was intended for humanity, not the Nephilim. It was a great victory for the balance. For okay. You, Horseman. Victory. طبعا هم هذيل الاخوان الاثنين كانوا ثلاثة، كان في واحدة اسمها فيوري، هي هذه اللي انذكر الحين. Purpose lies elsewhere. Lucifer, lord of all hells, yet plots humanity's downfall. Weak though they may seem, these fledgling creatures. طبعا لوسيفر يعتبر هو ملك الجحيم مثل ما سمعنا. We believe the demon Samael, lord of Blackstone. هو اللي مستحوذ على الشياطين اللي في الجحيم بالكامل. فالأخوان الاثنين. Unravel this plot. War. Show them the price of defying the council. Okay. Okay. Horseman. طبعا ستريف وور هم هذيلا. Okay. وور وستريف. His enemies are many, but few could muster the forces to attack him directly. Well, guess it's not going to be an in and out conversation then. Not likely. One thing's for sure, we aren't used. Okay. الحين طبعا ممكن انك انت تلعب بشخصيتين مش شخصيه واحده. فوالله خلونا نلعب، متشوق كثير، ولكن خلينا نشوف كيف اداء التحكم. اوكي هنا ممكن تسرع. Alright. طبعا هذا شوفوا هذا المكان يا جماعة، هنا اللي ممكن يخليكم تلعبوا أكثر عن شخص واحد، يعني لو أنت وصاحبك أو أنت وأخوك ممكن تلعبوا مع بعض فتكملوا القصة أكثر عن شخص، يعني مش شخصية واحدة فقط. هذا اللي يخلي اللعبة أكثر متعة وأكثر حماس. طبعا هذا الحصان ممكن أنك أنت تخليه يمشي أسرع، ولكن مثل ما تشوفوا بدينا في رحلة التمرديغة. الله أكبر عليك. طبعا هذا البوينتس لازم نجمع يا سارة. أوكي أوكي alright. الله عليك الله عليك يا حبيبي.
صراحة يعني لعبة ممتازة جدا، ولكن يبين انها مش سهلة. اوكي طبعا هذا عنده سلاح ستريف، انه ستريف يا سارة. لا 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 اوكي مين ليتس جو مين. اوكي هذا المسدس alright. طبعا انا جالس اتعلم الحركات الجديدة هذه alright. واو والله انه فتاك هذا، والله فتاكة. وي 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 شوفوا هذه الحركات، شوفوا شوفوا كيف استعد بقوة الخارقة. صراحة لقطات جديدة، والله لقطات جديدة، لقطات محمسة يا سادة. alright طبعا هذيلا كلهم الشياطين تابعين للوسيفر ملك الجحيم، ولكن لن يغلبونه مهما كانت الصعاب، فنحن أقوياء يا سادة، فنحن أقوياء يا سادة. أوكي أوكي فهمتك alright. طبعا هذا الأشياء لازم تفتحها لأنه يعطيك يعطيك قوة جديدة. أوكي كيف؟ alright باغي تضارب، تعال let's go. طبعا اللقطات اللي موجودة هنا يا شباب يعتمد على حسب التحكم اللي ممكن تسويه. اوكي فعلى سبيل المثال ممكن تسوي هذا اللقطات اللي تخلو الضرب يجي من فوق. طبعا في عندك مسدس ممكن تضارب المسدس، ولكن انا دائما يناسبني الضرب بالسيوف يا سارع. شوفوا كيف شوفوا كيف شوفوا كيف تمرضغ من كل النواحي. طبعا هذا البوكس لازم تفتحه لان اكيد. اوكي هذا هو البوس، this is the boss. لا 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 استنى استنى عليها استنى عليها. يس فتحنا شيء فتحنا شيء. اوكي understand it. اوكي الحين اللي فتحوا لنا او ماي جاد What just happened? What just happened, yar? Oh my! لا 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 قوية دي لا. لكن مش أقوى عني. مش أقوى عني يا سادة. Wow. والله والله الديمن. والله الديمن مش علي أنا. شوف. شوف كيف. واو 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 لا 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 استنى يلا استنى يلا انا عم اموت. عم اموت يلا او ماي جاد. اوكي جاك اتى الور اتى الور انه الحرب يا سادة. اوه 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 اوه
والله ما كنت اتوقع ان هذا قوي كذا، والله ما كنت اتوقع انه قوي كذا. اوكي هذا لازم الحين ننزل. اورايت ننزل بوابه، نفتح البوابه، نفتح البوابه يا ساده. اوكي اوكي بدينا. هذا ما عنده خبر اني انا موجود هنا. شوفوا هذا دائما هذيل الكبار هم الاقوياء. طبعا الحين اوكي نحاول قدر المستطاع يا ساده ان نحن نجمع الاشياء هذه اللي تطلع، لان راح يلفلك، راح يخليك اقوى واقوى. لانه الحين مثل ما تشوفوا الحياه اوكي. طبعا هذي اللي يرموك بالسيوف، فحاول انك انت دائما تكون فوق ما تكون تحت. شوفوا النط، خليكم فوق خليكم فوق. اوكي شديد، وحشة وور وحشة وور. هذي اللي يرموك شيلهم تحت، خليك فوق شوية. اورايت لم يتبقى للقلية سارة. او ماي جاد حلو شغل. اوكي حصلنا، جمعنا الكثير جمعنا الكثير يا ساره. That's a long way down. Long way down. I want to climb back up. اوكي الحين وش بنسوي؟ Well, yeah, just like that. Oh my god. كيف هذا الحركة النط؟ اه لحظة. اوكي. فهمتك. شوفوا الحركة هذه. واو. جنحان. او. This is the boss. This is the boss. يا سارة هذا بركان، عم يطلع بركان. قدها يا سارة، انا قدها يا سارة. Destroy. We are the destroyer. We are the war. راجان ما تمزح، شكله ما بحكي، شكله ما بحكي والله. لا لا war war أقوى يا سادة. شوفوا هذا لازم لازم يتم تكسيره. والله والله اللعبة ممتعة. طبعا عشان تستدعي الحصان تسوي كذا، بإمكانك تستدعي. ايوه alright let's go. انظفكم انا، انظف. شوفوا كيف، شوفوا كيف هذا الوحوش القوية، هذا الوحوش القوية يا سادة يستاهلوا. شوفوا كيف الحصان هذا، ممكن انكم تخلوه اسرع، ممكن تخلوه اسرع يا سارة، ممكن تخلوه اسرع يا سارة. وان مومنتو وان مومنتو. والله لحظة كنت بطيح. الله عليك، والله انه شديد هذا وور، وور شديد يا سارة. اوكي اسرع شوي، اسرع اسرع. اوكي شكرا يا حصان، انا جاي. لحظة لحظة
أنا بموت. لا ليش 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 كذا؟ هذا الوحش كبير، هذا الوحش. يس يس، لقد انتصرنا على هذا. لحظة لحظة لحظة، وين مومنتو؟ وين مومنتو؟ شوف الحين عندي 800 جمجمة، 800 جمجمة يا سادة. أوه. واو، هذا هو السلاح الجديد، هذا لازم ننزله. اوكي، في بوس ينتظرنا. طيب في بوس ينتظرنا يا سادة، ولكن ما بقدر ادخل عليه الحين، لازم انهي هذا الحلقة. اتمنى ان اعجبك هذه اللعبة بصراحة، انا استمتعت كثير. اضغط لايك واشترك، الى ان نلتقي في فيديوهات قادمة. سلام.